وجه الصبح الساعة 5 سمعنا سيارات، كل فكرنا انه ناس عابرة جاية يعني. طلعنا عليه يوم اللي جيت ولقيت السيارات طالعة لفوق عند الحاجز، وسيارات صارت بيناتنا وبلش يقولوا كفرة جايين عند المرتدين، جايين عند الكفرة ومن هالحكي هاد، وصار ضرب الرصاص. هون فتت على الخيمة وانبطحنا كلياتنا، انبطحنا كلياتنا وبلش ضرب الرصاص من هون ومن هون. نايمة الصبح بورا خيمة وضرب في قاعدتي، انا حافز ثاريها بجري جلس تور وحدي صابت يجري كان ينهزم عنه، رد لحقني على الجو على نص الخيمة، ضربني بكتفي كان يسوي حالي بكتفي كما يضربني، وراح ورا الخيمة قام يضرب على العالم بالبكسين، افترض الجار ثالث خالص.